الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبنستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، سعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات والتحديات الخاصة بسن الإمتاع. سن الإمتاع على بركة الله ينطلق شوطنا الرابع عشر، شوط خاص بالقعدان. لاند كروزر بيك اب في الانتظار للفائز بالمركز الاول. ابدا مع هذه الاسماء، ابدا مع هذه الشعارات، شعارات يا ابناء القبائل الحاضره هنا على ارضيه ميدان الشحانيه في مهرجان الامير الوالد. على البركه نسير دائما، نتابع البدايه والصداره ومنافسات البدايه هناك. الصداره مع مواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي. من يبدا بالبدايه، من يتقدم على الصداره وعلى الانطلاق الاول. بينما اتابع هناك من الجانب الاخر هذه الاسماء المتواجده والمنطلقه في هذا الشوط كما تتابعونها عبر قناه الريان الناقله لهذه الاحداث، لهذا الموروث الشعبي هنا على ارضيه ميدان التحدي. من الجانب الاخر اتابع الاسد صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه يغير الى الصداره والى البدايه. بينما هناك متابع ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، وسل برق عويضة بن خميس بن عويضة المريخي يتقدم مع ثالث المراكز ورابع الاسماء في هذه اللحظات. وصل حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن تويم المنخس وخامس الاسماء. وتابع جوجل يصل مع خامس المراكز راشد محمد بن جار الله المري مع خامس الاسماء. هذه الاسماء الاولى المتقدمه في هذا الشوط وهذا الاندفاع، ولكن العوده هناك مع الاسد. الاسد على البدايه على مقدمه الشوط، صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه يبدا هذه البدايه، ينطلق على هذا المسار الاول مع الاسد. بينما اتابع برق قادم مع ثاني المراكز، الله يا المريخي يتقدم شعار عويضه بخميس بن عويضه المريخي. مرحبا ايضا بهذا الاداء والانطلاق القادم برق. بينما اتابع من الجانب الاخر حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن تويم المنخس يتقدم هناك. من الجانب الاخر شعار الزعبي هنا متواجد مع رابع الاسماء فواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي قادم في هذه اللحظات. بينما من الجانب الاخر اتابع التقدم والوصول من جوجل راشد بن حمد بن جار الله المري هنا القادم والمتواجد مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام، هذه الاسماء الاولى المتقدمه في هذا الشوط وهذا التحدي وهذا الاندفاع الممتاز. مشاهدينا الكرام، الله الله يا البدايه، الله يا الدعيه هنا مع مقدمه الشوط مع الاسد. الاسد على البدايه والصداره، صالح بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه مع اول المراكز والبدايه هناك مع الاسد. بينما اتابع القادم حظ عنتر بن عبد الله بن طالب بن تويب المنخس، ولكن الله الله يا المريخي قادم قادم المريخي بشعاره المميز يقدم برق. عويضه بن خميس بن عويضه المريخي قادم في هذه اللحظات يغير الى ثاني المراكز. بينما اتابع القادم جوجل مع رابع المراكز لراشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم في هذه اللحظات. بدا ايضا بالاقتراب ووصول هنا من بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي، ولكن الاسماء قادمه. عفرين قادم، حمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور
نور الله، الله يا الأسماء، الله يا الشعارات المتواجدة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في منافسات الإجلاع. الله الدعية، الدعية باثنين كيلو، اثنين كيلو ما تبقى عن خط النهاية، وهناك الدعية، هناك الأسد وشعار الدعية على مقدمة الشوط مع الأسد صالح بن علي بن سالم بين سريد الدعية هنا مع البداية والصدارة. الله بدأ بالانطلاق، بدأ أيضا بالانطلاق الدعية وشعاره هنا مع الأسد على مقدمة الشوط، والمريخي قادم مع أيضا برق عويضة بن خميس بن عويضة المريخي، ومن الجانب إلى آخر وتابع وتابع حظ عنتر بن عبد الله بن طالب السويف المنخس قادم مع ثالث المراكز، وهنا وصول من جوجل يبحث، يبحث جوجل عن ناموس عن سيارة هذا الشوط راشد بن حمد بن جار الله المري، وهنا الزعبي، الزعبي مع بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي. الأسماء، الأسماء قادمة، الشعارات متواجدة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. الله الله، 1200 يدعية عن خط النهاية. شوف القادم حظ عنتر بن عبد الله بن طالب التويم المنخس، والمريخي يتابع الموقف خطير، المريخي يقدم برق عويضة بن خميس بن عويضة المريخي، وهنا بواج الزعبي قادم مع هذه اللحظات عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي. الله الله يا الأسماء، الله يا التحديات القادمة. وتابع وصول من عفرين محمد بن صالح بالبريك المجدور، ولكن شوف القادم، وصل الفايز صالح بن محمد بن علي السندوان قادم مع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ولكن العودة إلى البداية. الله المريخي، المريخي مع الصدارة غادر بناموسي هذا الشوط، برق برق على الصدارة، برق على مقدمة الشوط عويضة بن خميس بن عويضة المريخي هنا مع البداية مع الصدارة برق. الله 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 يا المريخي، الله يا المريخي هنا مع برق، برق على الصدارة. الله غادر، غادر وذهب بناموس هذا الشوط مهديا أهالي روضة راشد، ومشكور يا الهاشمي، مشكور يا الهاشمي من يتابع هذا الشعار محمد الهاشمي. الله مشكور يا عويض، يا عويضة بن خميس بن عويضة المريخي، واسعد الله صباحكم يا اهالي روضة راشد على هذا الفوز والانتصار هنا بقيادة، بقيادة الهاشمي. الله، والثانية لمحمد بن خميس المريخي ايضا من يتابع هذا الشعار، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لعويضة بن خميس بن عويضة المريخي على فوز برق بالمركز الاول. ثاني المراكز الفائز، وصل الفائز لفائز بمشعل بن حسن ال زيد الشريف، ما جبنا له طاري الا عند خط النهايه. من وصل ايضا في ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الاسد صالح بن علي بن سالم بن سريد الدعيه. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي، وخامسا وصل الفائز صالح بن محمد بن علي السندوانة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تابعنا برق من استطاع أن ينتزع ناموس هذا الشوط مهديا أهالي روضة راشد، ناموس صباحي مستحق بتسع دقائق عشر ثواني 94 جزء من الثانية، الثانية لعويض، عويض الخميس بن عويض المريخي. ومشكور يا محمد الهاشمي من تابع هذا الشعار في ثاني المراكز. وصل الفائز، ما جبنا له طاري الا عند خط النهايه، وصل الفايز بتسع دقائق 14 ثانيه 19 جزء من الثانيه، تهانينا وناموس لفايز بمشعل بن حسن ال زيد الشريف من وصل مع ثاني المراكز. بينما وصل في ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الاسد بتسع دقائق 18 ثانية 34 جزء من الثانية، الثانية لصالح بن علي بن سالم بن سليد.